أخبار اليوم. أنا مليكة من المغرب وعايشة بفرنسا من حوالي 28 سنة، وجيت خصوصا من فرنسا للذكرى اليوم ده. بتيجي كل سنة هنا؟ لا لا، أنا حضرت وصلت البارح بالليل عشان الذكرى اليوم 30، ولا المرة الأولى كنجي للذكرى. أول مرة، ولكن كنت في نفسي من سنوات، واليوم حققت هذا الحلم وأحمد الله وأشكره. عبد الحليم بالنسبة لك إيه؟ بالحقيقة أنا بنفسي ما أعرفش عبد الحليم بالنسبة لي، لأنه بالنسبة لي كل حاجة. ما يمرش يوم من غير ما أسمع أغاني عبد الحليم، ما يمرش يوم من غير ما أقرأ كل حاجة تتعلق بحياته، ولا فيلم من أفلامه، إلا أبي فوق الشجرة والخطايا. شفتوهم على الألمين عماد حمدي، الألمين دول خلوني ما كملش الفيلمات دول مرة ثانية، لأن عماد حمدي في أبي فوق الشجرة إدى ألم لعبد الحليم، وفي الخطايا مع الفنانة نادية لطفي وكوميسار حسن يوسف إدى ألم، ومديحة يسري الفنانة الكبيرة ألم. لذا عبد الحليم في الحقيقة هو ماشي في الدم، في القلب وفي الدم. تحبي تقولي له ايه في ذكرى النهارده؟ الله يا عبد الحليم، الله يرحمه ويحسن اليه، والله يدخله في فسيح جناتي. والله اليوم هذا النهارده عندي يوم احسن يوم في حياتي، لاني حققت حلم كنت احلمه من سنين في المغرب، وحلمته في فرنسا السنوات دي كلها، واليوم حققته. في هذا المكان دائما اشوفه في الانترنت، كنشوف هذا المنظر هكا، هذا الديكور الله حقق امنيتي، وانا هنا اليوم، انا هنا ومعاكم وفرحانه بالشعب المصري ازاي استقبلونا. والله العظيم استقبلوني من لما وصلت الى الحد الان، استقبلوني ما قدرش اعبر، وفرحوا بيا وكل حاجه. والله العظيم لا انا فرحان، ونقول عبد الحليم حافظ ما شفتكش في حياتك، والحمد لله شفتك اليوم، ونقول الله يرحمه. بون غنغني لك اشتقت اليك، وغنغني لك واحده اغنيه اخرى هي كنحبها. اشتقت اليك فعلمني الا اشتاق، علمني كيف اقص جذور هواك من الاعماق. اشتقت اليك فعلمني الا اشتاق، علمني كيف أقص جذور هواك من الأعماق. علمني كيف أموت الدمعة في الأحداق، علمني كيف يموت الحب وتنتحر الأشواق. الله يرحمه ويحسن إليه. شكرا شكرا.